السلام عليكم، كديري لاباس عليكم؟ اخباركم؟ نتمنى لكم بخير وعلى خير واحسن الاحوال يا ربي. مرحبا بالمتتبعين ديالي والمتتبعات قناه يوميه ام زينب، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. نبدأ على بركه الله. عندي هنا خيزو جزر، وهذا درت انا الصغير، هذا نقيته وقرطته على هذا الشكل. هذا عندي هنا الليمون، عندي هنا كيلو ديال الليمون، وعندي حامضة، ها هي الحامضة حليتها باش حيدت لها العظومة، والليمون هو قرطته حتى هو بحال هكا دوائر. عندي كيلو ديال الليمون، هذا العصير كيخرج كمية تبارك الله، يبغى كمية كبيرة. حيدو الليمون داك العظومة، ما نخليوش ليه من العظومة، الاخرين نقيتهم، وهاد الليمونة خليتها بالقشور ديالها. غنديرو عصير ديال الليمون والخوخ. ها هو الخوخ ديالنا، ها هو تا هو راه نقيتو وقرطتو، وهذا خليت لكم وحيدة باش تشوفوه. غنديرو لنا كيجي هاد العصير زوين زوين وغني بالفوائد ديالو. كنديرو الماء، داكشي الماء اللي درنا غادي نطحنو فيه الخوخ. دابا هادشي غادي نطيبوه، نخليوه حتى يطيب. هو درت فيه انا اطرونس ديال الماء، مغاديش نزيد كاع الماء، حتى نطيبو هادشي هو الاول ونطحنوه ونصفيوه، عاد الخوخ ما نطيبوش ونسلقو هادشي وانتوما معايا. تسلق مزيان، انا ما درتوش في الكوكوط، ما اللي عنده كوكوط انا راه ثلاثه كلشي خسروا ليا في هذا رمضان، كلشي خسروا، ما كاينش دابا فين يتصاوبوا. الله يصاوبوا صافي، الله يجعل ربي يرفع علينا هذا الوباء. المهم اللي عنده الكوكوط سد عليه الكوكوط، راه في ساعه قد ما طاب مزيان قد ما كيعطيك العصير زوين، كيجي ملس وزوين، ما كتضيع لك منه حتى حاجه. انا دابا درتو غير في هذه الطنجره، شويه غيدي ليا الوقت ديال الطياب. هادشي اللي كاين، خليوه يطيب ورجع معاكم. الليمون ديالنا وخيزو هاهو برد، بعد ما سلقتو هاهو برد. نجيب الكاس ديالي، عندي هنا كاس ديال سنيدة، سكر سنيدة، عندي هنا إطرو ديال الما، ما شافيه إطرونس ديال الما. المهم على حسب الماء اللي بغيتو، على حسب الكثافه اللي بغيتو، نتوما بغيتو خفيف بغيتو ثقيل اللي يعجبكم. دابا غنطحن هاد الليمون ونخلطو مع الخوخ. عندي هنا كيلو ديال الخوخ، وديك الساعه غادي نزيد الماء. ها هو بديت ندير كلشي، خليه حتى يطحن مزيان، عاد نصفيوه. هادشي بزاف، نقص على الكاس. انا درت الخوخ ديالي هنا، عندي كيلو ديال الخوخ وكاس ديال السكر سنيده، ها هو نطحنو. وها سميتو الليمون وخيزو، ها هو تا هو غنديرو هنا. نصفيه وندير هذا يتطحن. هو درت الخوخ ديالي هنا وخيزو الليمون، ما تطحنش ليا مزيان، صفيتو داكشي اللي بقى، راه درتو زدت عليه الماء، ها هو زدت عليه الماء ونعاود نطحنو تاني حتى يطحن مزيان.
كيلو هاد الشور ديال الخوخ، هما كيلو عطانا غير هادشي اللي خيت منه. غنديرو هدا، هانتوما راه خاسر هدا المركز ديال العصير. هانتوما تاهو غنصفيو، نصفيو لو بقات لنا شي حاجة نعاودو نطحنوها. أو السكر، زيدو السكر على حساب الذوق. أنا درت هدا غير داك الكويس ديال السكر سنيده، وكل واحد على حسب الذوق ديالو. اللي تبغيو ديروا به عصير ولا شي حاجه، دابا هذا غير مركز. هانتوما هداكم طاب مزال في الكوكوط، حتى هادشي ميشيتش. ها الكثافة ديال العصير ديالنا، هانتوما شتو البنات. راه بقيت أنا كنطحن وأنا كنكب في هداك إيطونس ديال الما اللي عندي، حتى كملتو. هاهو شتو كي كيجي. انا غادي نصوب معكم عصير دابا ونوريكم. نتوما الناس هذا كان فيه السكر سنيده، ما خليته غير في هاد الجميله عندي كبيره. جوج كيسان ديروا عليهم إطرو ديال الماء، ولا ديروا ثلاثه الكيسان، ولا داكشي كيبقى الاختيار ديالكم. ها هو خصو غير يبرد يتحرك. بغيتو تحتفظوا به في المجمد، كل مرة ديروا سميتو على القياس ديالكم. جوج كيسان خيرين. مثلا بغيتو ديروا تزيدوا عليه شي فاكهة أخرى، حتى هي كتجي زوينة. هو درناه طبيعي، ما فيه حتى شي حاجة، حتى شي إضافة ما ضفتها فيه. نخرجوا منها البرد. هذا بالنسبة للإيترو. ها العصير ديالنا هو هذا. السكر كيبقى على حسب الذوق اللي ديرو تزيدو. هادي درت فيها انا ثلاثه كيسان، حيت كندير العصير كثير. لا يا اختي، هادي درت فيها جوج كيسان ديال العنبه على حسب ايطرو. وديك الساعه بغيتو تزيدو شي فاكهه اخرى. هادي درت فيها ثلاثه كيسان كندير العصير كثير. هادي حتى هي ثلاثه كيسان اللي بغا يديرهم في المجمد. ها هي القهوه ديالنا، هادي هي الكميه اللي عطانا. نتمنى الله يعجبكم، والسلام عليكم. هذا هو العصير ديال الخوخ والليمون والحامض وخيزو.